نجم كبير وعلامة من العلامات المضيئة في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، نجم الكبير كابتن ربيع ياسين. ازيك كابتننا؟ كابتن إسلام، كل سنة وحضرتك طيب. عون طيب يا حبيبي، منور. منور. أنت اللي منور والله. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن ربيع، وأنا سعيد جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. ربنا يسعدك ومنور يا حبيبي. احنا اللي معايا عبد. أه طبعًا. مش هو اللي معانا. ده بيت معايا. ده بيت معايا. بيتنا جميعا. منور يا كابتن ربيع والله. رمضان أخباره إيه مع حضرتك؟ رمضان أنت عارف رمضان بقى، رمضان شهر حلو بننتظره من السنة للسنة. كابتن ربيع وهو داخل لقيته ايه خاسس كده شويه، قلت له يا كابتن، قال لي انت عارف الجهاد بيبقى صعب في سبع ايام. رمضان حلو، رمضان كل دي حلو. كل لحظه فيه مهمه جدا، لان شهر بيجي في السنه، وشهر طبعا في ليله خير من الف شهر حقيقي. ممكن تفوز بيها ليله واحده بالك. وفي طبعا وفي نفحات، نفحات كتيره جدا، صيام بالك، ثواب، حاجات كتيره جدا، قيام ليل، قران، الانسان يعني على الاقل اللي هو بيكثف وبيزود يعني. الحمد لله كل سنه الناس كلها كانها لكن رمضان بنزود فيه شويه. فطبعا في اجتهاد كتير جدا، لان فرصه عمر رمضان جاي واحنا احياء موجودين، فالواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو يفوز باكثر حسنات موجوده يعني. فما تعرف ما بين النهار وما بين الليل وما بين الصبح وما بين حاجات كتيره جدا، برنامج بقى طويل انا متعود ان اعمله لنفسي يعني. فمحافظ عليه من ساعه وانا ما اتولدت لحد دلوقتي يعني. اللي هو ايه يا كابتن؟ اللي هو طبعا البرنامج اليومي، طبعا ما بفوتش، انا بحاول ان انا اقلل من طبعا من العزومات، اقلل من حاجات كتيره جدا. انا جيت هنا عشان برضه دي قناتي وانتوا اخواتي، وما اقدرش اقول لقناه الاهلي لا ابدا، لان ليه برنامج، البرنامج ده مش عاوزه يتعطل خالص، برنامج هي. بالنهار وبرنامج بالليل لحد الصبح ما يطلع برنامجي مع رمضان بقى يا كابتن اسلام. فبحاول احافظ عليه طبعا، وبحاول افوز، وبحاول زي ما كل الناس بتحاول، وربنا يتقبل منا. برنامجي طبعا طويل جدا، مش عاوز اقول عشان ما هنقول دلوقتي كل حاجه تخص هذا الامر. هنتكلم عن كواليس كثيره جدا تخص كابتن ربيع في رمضان مع المباريات ومع كل هذه الامور، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن علامه من العلامات المضيئه للنادي الاهلي والنجم الكبير كابتن ربيع ياسين. ربيع ياسين، ربيع ياسين. أحد العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية، وتاريخ حافل بالألقاب الفردية والجماعية، وأفضل من شغل مركز ظهير الأيسر في تاريخ الكرة المصرية لامتلاكه الإمكانيات الفنية العالية والمهارية، إضافة إلى النزعة الهجومية لهذا المركز الذي شغله دون منازع على مر السنين ضمن جيل الثمانينيات الذهبي. لم يمثل سوى النادي الأهلي طيلة مسيرته الكروية كلاعب خلال 12 موسما. الشيخ ربيع ياسين عرف بحسن خلقه وابتسامة وجهه داخل وخارج الملعب، وحبه للنجاح والانضباط لاعبا ومدربا. ولد في 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف. بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في مركز شباب مدينته، وبعد تألقه انضم إلى القلعة الحمراء عام 1980 ليبدأ مشواره المليء بالنجاحات. خاض مع الأهلي 300 مباراة رسمية، وحصل خلالها على 7 ألقاب للدوري المصري، و5 ألقاب لكأس مصر، و3 بطولات لكأس الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة أفرو أسيوية واحدة. ورغم تواجده في الخطوط الخلفية، حصل على لقب أفضل لاعب في مصر 3 مرات أعوام 84، 87 و 88. شارك الكابتن ربيع ياسين في 118 مباراة دولية مع منتخبنا الوطني، بدءا من أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وتوج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، ولقب بطولة الألعاب الإفريقية عام 87، وشارك في نهائيات كأس العالم عام 1990. استمرت رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء حتى قرر الاعتزال وهو في سن 31 من عمره، ليبدأ رحلة جديدة لكن في مجال التدريب، والذي حقق فيها إنجازا كبيرا بقيادة منتخبنا الوطني
للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 21 عاما في الجزائر عام 2013. الكابتن ربيع ياسين مسيرة مليئة بالنجاحات والفخر، لاعبا ومدربا.